التطور العلمي الرهيب في أوروبا في عصر التنوير ومع اختراع جوتنبرج لآلة الطباعة، بدأ العالم يهتم جداً بالعقل البشري زي ما شفنا في حلقات تانية. العقل البشري وبقدرته على تحديد الأمور ووزنها بشكل صحيح. الوقت ده أو العصر ده كان بيتسمى بعصر الحداثة، وبعد الوقت ده ابتدت الناس تشوف ثغرات كتيرة في فكرة مركزية العقل وقدرة الإنسان في الحكم على الأمور. فبدأ عصر جديد ربما نقدر نقول في النص الثاني من القرن التسعتاشر، اسمه عصر ما بعد الحداثة. أهم مظهر من مظاهر العصر ده هو فكرة نقد عصر الحداثة بخصوص إن العقل البشري هو المعيار. واحدة من أهم نتائجه هي فكرة نسبية الحق. بيقول ريتشارد فيليبس إنه بالرغم من الاهتمام الأول كان الإطاحة بفكر الحداثة، إلا إن عصر ما بعد الحداثة أخذ دوره كمان في نقد الفكر المسيحي، خصوصاً في موضوع الحق المطلق. مفيش حد يمتلك الحق، لما تقول كذا قول ده حق بالنسبة لي، دي وغيرها من الجمل اللي كتير بنسمعها وهدفها تقول لينا إن اللي أنت شايفه حق يمكن أكون أنا شايفه مش حق، وإنه مش شرط أبداً يكون في حد فينا صح وغلط، لكن الحق نفسه ملهوش شيء ثابت، هو نسبي. الحق بيتحدد بالزمان والمكان وكمان بالأشخاص، فممكن اتنين في نفس المكان وفي نفس الزمان لكن مختلفين حوالين الحق، محدش يقدر يعرف ايه هو الحق او يمتلكه. الحق اكبر بكتير من انك تمتلكه. اكيد انت مغرور او متكبر لو قلت انك تعرف الحق. الله اعلم. هو الصراحة مربط الفرس زي ما بيقولوا كده، ان الله واعلم. لو بتفكر في موضوع نسبية الحق أو هل هو مطلق، لازم تجاوب على السؤالين دول. هل الله فعلاً بجد يعني أعلم؟ ولو إجابتك طبعاً الله أعلم، يبقى السؤال التاني، هل الله العليم بالحق ده كلمنا وقال لنا إيه هو الحق؟ كلمة الله إعلانه اللي اتكلم بيه لينا مليان بنصوص بتأكد إن الله كلمنا وإنه أعلن لينا الحق. لكني هبدأ معاكم بنص من كتابات يوحنا. ليه يوحنا؟ لأن يوحنا اتكلم كتير جداً عن المحبة، وعلى فكرة يوحنا كمان اتكلم كتير جداً ضد المعلمين الكذبة. شوفوا رسول المحبة بيقول إيه عن الحق. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية، يوحنا الأولى 25. المسيح جه وأعطانا بصيرة علشان نعرف الحق. إحنا في الحق، الله هو الحق. ادعاء معرفة الحق مش ضد المحبة أبداً، ولا هو عجرفة ولا تكبر. على فكرة عكس ده هو التكبر، ادعائي أني ما أقدرش أعرف الحق بيقول إن أنا وقدرتي هم اللي عليهم الدور، وده التكبر. الاتضاع هو أني أقول بالرغم من محدوديتي اللي عصر ما بعد الحداثة بيأكد جداً عليها، برغم من محدوديتي إلا إن الحق نفسه أعلم بنفسه لينا. أنا ما أقدرش أوصل أبداً للحق، لكن الحق قدر يوصل لينا. الله هو الحق المطلق. يمكن تكون مسيحي ومش بتختلف على ده، أتمنى. المسيح يقول عن نفسه أنا هو الطريق والحق والحياة، بس الله ما اكتفاش إنه يقول عن نفسه إنه الحق، لكن المسيح بفمه الطاهر يقول قدسهم في حقك، كلامك هو حق. وده نفس كلام الله في العهد القديم. سفر المزامير مزمور 19 يقول وهو بيتكلم عن كلمة الله، أحكام الرب حق عادلة كلها. الله حق مطلق، كلمة ربنا حق مطلق، والله أعطانا إحنا كمان إننا نعرف الحق المطلق. أنا عارف ربما أكون دلوقتي وصلت لأني قلت واحدة من الكبائر، أنت يا إنسان يا محدود بتقول بتعرف الحق المطلق؟ أنا هسألك سؤال، هل أنت كمسيحي تعرف الحق المطلق إن المسيح هو الله؟ ولا ده حق نسبي؟ هل تعرف الحق المطلق إن المسيح هيجي تاني لأجل مؤمنيه؟ ولا ده حق نسبي يعني ممكن ما يحصلش؟ هل تعرف الحق المطلق في إن الله صالح، محب، غفور، أمين؟ هل الله قدوس؟ هل كل ده حق حقيقي مطلق ولا نسبي؟ أنا أقدر أقول بملء الفم أنا أعرف الحق المطلق في كل الأمور الواضحة في الكتاب المقدس،
زي اللي أنا ذكرتها. صحيح في أمور كتير تانية أنا عندي فيها رأي وموقف كتابي، لكني ربما أكون مخطئ فيها، بس في أمور كتير كلمة الله واضحة فيها. إحنا مش محتاجين نخاف، إحنا مش محتاجين أبداً نخاف ولا نكسف، وإحنا بنقول بكل اتضاع إن إحنا نعرف الحق المطلق، مش عشان إحنا شاطرين، لكن عشان بالرغم من محدوديتنا الله الحق وصل لينا بحق. في العصر الحالي أصبح ادعاء النسبية فضيلة، أصبح الجهل بركة وشيء الناس بتفتخر بيه. كم مرة سمعت فكرة لو أنت مدرس وما تعرفش سؤال اتسألته قول معرفش؟ أنا موافق على ده. أنا شخصياً مدرس لكلمة الله، بقف قدام فصل فيه طلبة بتسأل أسئلة، وأحياناً بقول أنا معرفش الإجابة، بس فكر معايا، دخلت فصل اتسألت 10 أسئلة وفي 10 أسئلة أنا رديت وقلت أنا معرفش، يبقى في الحقيقة أنا مفروض ما كنتش مدرس، أنا مفروض أرجع تاني تلميذ. بالرغم من محدوديتنا الله دعانا إننا نفتش ونبحث في كلمته، وقدام دعوته دي وعدنا إنه هيدينا بصيرة وإن روح القدوس هيدينا استنارة عشان نفهم المكتوب. لما تسمع مرة تاني جملة هو أنت عندك الحق بالكامل، افتكر إن في أمور كتير في كلمة الله إحنا نعرف فيها الحق بالكامل، حتى لو في أمور تانية أقل وضوح، لكن لغة اليقين والثقة هي لغة كتابية بنسبة 100%، مش مبنية على قدرتنا لكن مبنية على الله الحق.